الأولى في المجموعة الأوروبية التي اعترفت بحقوق الشعب الفلسطيني أن يكون له دولة. أهمية هذا المؤتمر، مؤتمر تأسيس فرع لاتحاد المرأة الفلسطينية في السويد، تكمن في أنه المرأة مكون أساسي في جاليتنا الكبيرة لدى السويد، ومن المهم كان التعامل مع إمكانياتها وطاقاتها وخبراتها عبر إطار ممكن أنه ينظمها لهذه الإمكانيات، وما في أفضل من إطار منظمة التحرير واتحاداتها. لذلك بنسعى من خلال اتحاد المرأة أنه ننسق العلاقة مع المرأة أينما تواجدت في الساحة السويدية، وننظم نشاطاتها وفعالياتها بحيث أنها تقدر أنها تحافظ على الهوية الفلسطينية وتنقل واقعنا الفلسطيني وإسهاماته كمان في كل المجالات للمجتمع السويدي. كمان نحاول إنه نشبكها مع المؤسسات النسوية السويدية والدولية. اليوم مؤتمر لفرع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في السويد. كان هناك لجنة تحضيرية يعني أكثر من سنتين عمرها، ولكن بما إنه نحن نعد الآن لعقد مؤتمرنا العام السادس اللي بيلتقوا فيه كل فروع الاتحاد، يعني كل المنتخبين من فروع الاتحاد للمؤتمر، حتى طبعا نعقد المؤتمر العام يعني من أجل تجديد القيادة الفلسطينية للاتحاد. أهمية هذا الحدث لأنه يعني المرأة الفلسطينية لها دور كبير في إنه في دعم القضية، قضية إحنا قضيتنا الفلسطينية.